حكيم الإسلام ابن عطاء الله بيقول ما قادك شيء مثل الوهم. يعني كتير من الخلق سر تعطيله في الدنيا وتعسته وأخطاءه المتكررة إن اللي بيسوقه في طريقه وهم هو فاكره حقيقة. من أكتر الأوهام الخادعة اللي المفروض تكتشفها وتطردها من حياتك هو الفارق ما بين ما تظن أنك تفعله وحقيقة ما تفعله. يعني لو واحد متصور إن أب مسؤول، هو أب مسؤول وبيعمل واجبه على أحسن ما يكون، ثم يضع نفسه على معيار الأبوة يفاجأ إنه مقصر. هو متوهم إنه أب جيد، ابن شايف نفسه طيب، حط نفسه على معيار بر الوالدين في القرآن والسنة، فوجئ بالعقوق ظاهر في حياته. زوجة شايفة نفسها صالحة، تقارن نفسها بمعيار الزوجة الصالحة، تكتشف التقصير الشديد في حق البيت. موظف مجتهد أخد كورس، اكتشف إن معايير الاحترافية والانضباط في العمل بعيدة جداً عن الطريقة اللي هو عايش بيها وفاكر نفسه إنه مجتهد. إذن المعيار هو النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الشيء والمقياس اللي بيحكم بيه على مستوى الأداء. الأجانب يسموه الستاندرد اللي المفروض كل حاجة تتعمل عليه. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دايماً مهتم جداً بوضع المعايير لتقييم الأداء ووصف القيم عشان الناس ما تعيش في الوهم ويضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فوضع معيار للإسلام فقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وضع معيار للإيمان قال لا يكون المؤمن كذابا، يعني معتاد للكذب. وضع معيار لكمال الإيمان فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وضع معيار للخيرية مين أخير الناس؟ فقال خيركم خيركم لأهله، يعني مع أهل بيته. وجوه كل قيمة من دول في معايير سيدنا رسول الله، لو فتحت السنة هتلاقي حط معيار للأمانة ومعيار للصدق ومعيار لبر الوالدين ومعيار لإتقان للعمل. السنة مفعمة بالمعايير، والمعيار لما تعرفه في أي حاجة بتعملها هو اللي بيحفظك من تحكم الأهواء. شوف ربك يقول وما اختلفتم فيه من شيء، من الصح وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. المعيار أمر ربنا، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عشان كده دايما سيدنا النبي كان بيراجع مع الناس المعايير. مرة واقفين مع بعض فسيدنا النبي قال أين مالك ابن الدخشم، أحد الصحابة. فواحد قال يا رسول الله ذاك منافق لا يعطي وجهه إلا للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خالصا من قلبه؟ كأنه بيقول ما تحكموش على البواطن، البواطن يعلمها الله عز وجل، خلي المعيار الظاهر وسيب البواطن والنوايا لربنا سبحانه وتعالى. ده اللي خلى علماء الإدارة يحطوا حاجة اسمها الكي بي آيز، معايير أو مقاييس تقييم الأداء، عشان يعرفوا كل موظف في كل وضع معين وبوزيشن معين تقييمه للأداء عامل إزاي. عشان كده جه الراجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادات الإسلام، ثم قال لسيدنا محمد أنا سمعت منك كل العبادات ولن أفعل إلا الفرائض، ده كويس؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى إن الراجل ده قال له هعمل الحاجة المعيار اللي ينجيه يوم القيامة قال أفلح إن صدق. كأنه بيقول للناس ده المعيار اللي هينجيك، الفرائض. وكان أمين معاه صلى الله عليه وسلم رغم إن الراجل أقسم إنه مش هيعمل غير الفرائض. يبقى رقم واحد، حدد انت عايز تقيس ايه. انت موظف ولا زوج ولا ابن ولا رياضي، شوف انت عايز تقيس ايه. بص في العلم المعيار بيقول ايه، الموظف الفعال، الزوج او المسؤول المثالي، ايا كان اقرأ في العلم. رقم ثلاثة، بعد ما تحدد ثم تقرأ في العلم اسأل الطرف الثاني، صاحبك اللي خبرة، زميلك، مديرك، شريك او شريكة الحياة، اسأله انا بتصرف صح ولا أنا مقصر؟ دايما دور على المعايير حتى لا تعيش في الدنيا بيقودك وهم إن أنت كويس. ونروح عند ربنا والإنسان يكشف عن بصره فإذا بي يرى الحقائق، لا تعالى نشوفها في الدنيا ونحط لكل حاجة في حياتنا المعيار. فاللهم أعنا على ما يرضيك عنا، وبصرنا بالإحسان فيما أقمتنا فيه، وأشهدنا يا رب بشائر محبتك قبل أن نلقاك.